بيكم كلكم في الدرس بتاعنا النهاردة، وهو درس حرب اكتوبر 73. مفيش حد منا ما يعرفش حرب اكتوبر، او على الاقل ما سمعش عنها. كلنا نعرف انه في حرب، وهي حرب اكتوبر، وحصلت يوم 6 اكتوبر 1973، عشان كده بنحتفل بيها كل سنة. طيب تعالوا ناخد الدرس ده على انه قصة، ونتخيلها مع بعضنا وأكننا عايشين الحرب بالظبط. قبل ما نتكلم عن أحداث الحرب أو أسبابها أو أي حاجة، تعالوا نشوف إيه أحوال مصر قبل الحرب. طبعا إحنا عارفين إنه قبل حرب أكتوبر كان في نكسة 67، وهو العدوان الإسرائيلي على مصر زي ما عرفنا في الدرس اللي فات. يبقى الدرس بتاعنا النهاردة اسمه حرب اكتوبر 1973. بصوا بقى، حرب اكتوبر 1973 هي محاملة العبور، حصلت بعد نكسة 67. طيب تعالوا ناخد الموضوع او احوال مصر قبل حرب اكتوبر كقصة صغيرة، وبعدين نكتبها في نقط علشان تسهل علينا الحفظ زي ما احنا متعودين مع بعضنا. بعد هزيمة 5 يونيو 67، مصر ما استسلمتش بس، وكمان ولادها ازدادوا عزيمة وقوة واصرار ان هم يكملوا علشان يستردوا اراضيهم اللي اسرائيل احتلتها، وعلشان يكسبوا. فاخدت مصر توعيد تنظيم وتسليح قواتها المسلحة وتضربهم كويس وفق أسس علمية، وفق خطط وأسس علمية دقيقة. ليه؟ عشان تسترد أراضيها المحتلة، شبه جزيرة سيناء، ضفة الشرقية لقناة السويس. وكمان كانت إسرائيل مش بس احتلت حاجات في مصر، دي كمان احتلت حاجات في سوريا زي هضبة الجولان السورية والضفة الغربية لنهر الأردن اللي فيها القدس الشرقية. طيب يبقى دلوقتي تعالوا نكتب كل اللي أنا قلته ده في نقط. مصر لم تسلم بعد 5 يونيو 1967، نكسة 67. ازداد ابنائها قوة وعزم واصرار، اخذت تعيد تنظيم وتدريب وتسليح القوات المسلحة. ليه؟ لاسترداد أراضيها المحتلة. أوكي كده؟ طيب في الفترة ما بين نكسة 67 وحرب 73 كان عندنا في النص حاجة اسمها حرب الاستنزاف. في حرب الاستنزاف دي مصر ضربت اسرائيل على سخنة، ماشي، ولقنتها درسا قويا. بس للأسف كان زي اي حرب في شهداء، زي الشهيد الفريق اول عبد المنعم رياض، والذي استشهد على خط الجبهة ممثلا اروع الامثلة في التضحية بالوطن والفداء. وبعدين بعد حرب الاستنزاف حصلت مفاوضات، ماشي. المفاوضات دي كانت ما بين مصر واسرائيل، واللي عمل المفاوضات دي يعني بواسطة رئيس الخارجية الانجليزي. بس اسرائيل ما وافقتش على اي مفاوضات خالص. وامان بقى اسرائيل وهي مشبته دماغها كده ومش عايزه تقبل اي مفاوضات واي حاجه، مصر قالت انا وسوريا
وشوية دول عربية هنعلن الحرب ضد اسرائيل عشان يتعلموا بعد كده يرفضوا المفاوضات. ماشي. هما دلوقتي بقى مصر واسرائيل مصر وسوريا انا اسفة بيحضروا مع بعض عشان يعملوا حرب، وهم بقى بيحضروا مع بعض نسيبهم كده ونشوف ايه اسباب الحرب مع بعضنا. ماشي. اسباب الحرب، واحد، ايه هي اهم سبب الحرب؟ ان هم عايزين يحرروا تحرير الاراضي المحتلة اللي هي ايه، شبه جزيرة سيناء، الضفة الشرقية وقناة السويس، هضبة الجولان السورية، والضفة الغربية لنهر الأردن اللي فيها القدس. طيب ده هم الرغبة في تحرير الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل. طيب بعدين اثنين، رفض إسرائيل المفاوضات، وهي كانت مفاوضات التسوية السلمية. ماشي. وفضلت محتلة الأراضي العربية وما قبلتش أي مفاوضات. طيب ثلاثة، محاولة إنهاء حالة ألا حرب ولا سلم. طيب أربعة، الإصرار على رد كرامة جندي المصري والعربي. لازم ترجع لنا الكرامة بتاعتنا وما نبقاش تحت تأثير عدوان. اوكي. هنا رد كرامة الجندي المصري. طيب وكمان بقى ايه، خامس حاجة والاخيرة، اعادة الملاحة في قناة السويس. ازاي هيبقى في ملاحة وهي محتلة؟ احنا عايزين نرجع الملاحة في قناة السويس. طيب تعالوا نقولها من الاول كده علشان يبقى كل الافكار ثابتة في دماغنا. واحد تحرير. ماشي. اثنين، رفض، كانت من اسباب واحد تحرير الاراضي المحتلة. اثنين، رفض اسرائيل المفاوضات وكانت مفاوضات التسوية السلمية. ثلاثة، انهاء، وهي انهاء حالة لا حرب ولا سلم الموجودة. اربعة، رد، لازم يرجعوا كرامة الجندي المصري والعربي. خمسة، إعادة. يبقى احنا لازم نعيد الملاحة في قناة السويس. يبقى تحرير، رفض، انهاء، رد، إعادة. تحرير، رفض، انهاء، رد، إعادة. ماشي. تحرير الأراضي المحتلة، رفض المفاوضات، انهاء حالة لحرب ولا سلم، ورد كرامة الجندي المصري والعربي، وإعادة الملاحة في قناة السويس. طيب ماشي. دلوقتي خلاص، مش انا قلت لكم ناخد فوز كده صغيره قبل ما هو مصر وسوريا يحضروا مع بعض ازاي هيحاربوا، نقول فيها اسباب الحرب. هم خلاص دلوقتي اتحضروا بقى ازاي يحاربوا. نقدر دلوقتي نتفرج مع بعض على الحرب اللي هيعملوها ونشوف ايه بالظبط اللي هيعملوه، وهل هينجحوا ولا لا، وايه نتائج حرب اكتوبر. تعالوا ندخل مع بعض جوه اجواء الحرب. اول ما جت الساعة 2 بعد الظهر فوجئ العالم كله ببدء القتال بين الجبهتين المصرية والسورية ضد اسرائيل. طيب تمكنت القوات المسلحة المصرية من تدمير مواقع العدو في سيناء. تدمير مواقع العدو في سيناء أدى إلى حدوث خسائر جسيمة بها، وإنه العدو بقى حاجة في حالة إرباك، مما أربك العدو وأفقد السيطرة على قواته. توقف القتال من 10 اكتوبر ل 13 اكتوبر. في الوقت ده مصر استغلته في ان هي تعيد تنظيم الجيش بتاعها، اما اسرائيل فقعدت تاخد حاجات تمدها امدادات امريكيه لتعويض ما فقدته اثناء الحرب.
استأنفت مصر القتال في يوم 14 اكتوبر علشان تخفف الضغط على سوريا، عشان هي لما وقفت القتال اسرائيل راحت تحارب سوريا. طيب، وفي الوقت ده اسرائيليين عرفوا ان هم في 15 اكتوبر يخترقوا القوات المصرية ويعبروا قناة السويس عند الدفرس وار. حصرت القوات المصرية بعدها القوات الاسرائيلية، يبقى حصار المصريين للاسرائيليين في الصغرى. ماشي، تفضلوا في كده لغاية 21 اكتوبر، لغاية ما تدخلت الدول الكبرى، ولا هم في حرب ولا هم في سلم. ده يعمل في ده يروح ده عامل في ده، ده محاصر ده يروح ده محاصر ده. اصدر مجلس الامن القرار 338 قال وقف اطلاق النار، وافقت مصر واسرائيل عليه. بس مصر التزمت بالقرار الى ان اسرائيل ما التزمتش وحاولت اقتحام مدينة الاسماعيلية، بس هي فشلت عشان تعاون الجيش مع الشعب. عاد مجلس الامن واصدر قرار تاني، قرار 340 وقف اطلاق النار والاعمال الحربية بين الطرفين، وعودة القوات المتحاربة زي ما كانت يوم 22، وده اليوم اللي بعد اصدار قرار 338. انتهت الحرب 28، واجتمع الفريق المصري والاسرائيلي لبدء مباحثات تنفيذ قرار مجلس الامن. طبعا احنا عارفين ان حرب اكتوبر نجحت. طب يا ترى نجحت بسبب ايه، او ايه العوامل اللي خلتها تنجح؟ عوامل نجاح حرب اكتوبر 1973: واحد، الخداع الاستراتيجي. كان في رمضان، كانت الناس صايمة، كان اليوم اللي قبل الحرب على طول الجنود بيلعبوا كورة والمصريين ضمن في البلكونة وما يعرفوش أي حاجة. قوة الإيمان، السرية، التعاون العربي، التدريب المستمر. طبعا دي كلها نقط سهلة، فعشان كده انا مش بتعمق في الشرح يعني. وفي الاخر العقيدة، العقيدة القتالية. طيب، الحرب نجحت واتعملت وكان ليها عوامل للنجاح، طب ايه نتائجها بقى؟ نتائج حرب اكتوبر ايه؟ نتائج حرب اكتوبر: واحد، كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب المصري ثقته بنفسه وان هو يقدر يكسب، تغيير نظرة العالم كله للجيش المصري وانبهار بادائه العسكري وتخطيطه والتنفيذ اللي عمله، انبهار العالم كله وتغيير نظرته بالجيش المصري، القضاء على أسطورة التفوق المطلق اللي هو الجيش الذي لا يقهر، التفوق على أسطورة ان اسرائيل لا تقهر، هنا القضاء على أسطورة التفوق المطلق، أربعة، استعادة مصر دورها الرائد في المنطقة العربية
ما بقتش اي حاجه، ما بقتش اي كلام. حياه مصر دورها. طيب خمسه، عوده الملاحه بقناه السويس، ما هم خلاص حرروها. سته، توقيع اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل واستعاده اراضيها المحتله في سيناء عن طريق المفاوضات دي. وبكده تكون خلصت حرب اكتوبر، وعرفنا نتائجها واسبابها وعوامل نجاحها والاحداث بتاعتها، وعشنا وقتها. ونكون كده وبكده خلصنا درسنا، والثوره اللي بعدها ثوره حريه والكرامه 25 يناير.